أن البلاء الذي يصيب المسلم تارة يريد الله عز وجل به تكفير خطايا المسلم وتذكيره على شؤم إصراره على الذنوب حتى يتذكر ويقلع وأن لا يطمئن إلى الدنيا ويركن إليها، فإن الدنيا متاع وطريق إلى الآخرة ما هي قرار. فهذا من حكم البلاء، ومن ذلك إن الله عز وجل يريد أن يخفف عنه عقوبة ذنوب سبقت، لو مات وهي عليه كان يكون العذاب أشد، لأن عذاب البرزخ القبر أشد من عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة أشد من عذاب البرزخ. فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ليخفف عنه، وإذا أراد بعبده الشر، والمراد العبد الغافل، العبد الذي يتصرف بجهل ولا يبالي، العبد الذي يصر على الذنوب ويستخف بها وبعقوباتها، فإن الله عز وجل قد يمسك عنه فلا يعاقبه، مع أنه مستحق العقوبة، والعقوبة مترتبة على الذنب، كل ذنب له عقوبة مقدرة، إما شرعية كالحدود، جلد شارب الخمر، جلد القاذف الذي لم يأتي ببينة، وجلد الزاني البكر، أو عقوبة قتل مثل عقوبة المرتد وعقوبة رجم الزانية الثيب الذي حصل له زواج صحيح، وعقوبة المحاربين الذين يقطعون الطريق ويخيفون الناس تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فقد إن الله يستر على الإنسان وهو مستحق العقوبة، إما لسابقة من الله عز وجل أنه يريد أن يتوب عليه ويعطيه مهلة ليتوب، وإلا لأجل أن يمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة فتكون عقوبته أشد.